أصدقائي أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المتخصصة في العملات الإلكترونية قناة بيراميدز كريبتو. أصدقاء اليوم سوف نتكلم عن مشروع جديد كما تلاحظون أن المشروع هو Worthpad. المنصة الرسمية هي Worthpad.io. كما تعرفون فنحن نعطيكم جميع المعلومات نحاول نعطيكم جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع التي سوف تتيح لكم اختيار و يعني اخذ قرار حكيم, يعني قرار الاستثمار بشكل حكيم. يعني في كثير من الاحيان ياتوننا رسائل في التليجرام الخاص بنا, يعني يشكرون كثير من الناس بخصوص النصائح التي نعطيهم. يعني على الاقل نحن لا نعطي نصائح استثماريه بطبيعه الحال, لا نقول لكم ابدا, لم نقل ابدا ان تذهبوا وتستثمروا في هذا الموقع لأنه وراءه مسؤولية كبيرة. بطبيعة الحال هنالك رؤوس أموال تذهب هباء منثورا, وحتى إذا كان المشروع مشروع يعني له تقنيات متعددة, له كوميونتي خاصة به, له لا أدري جميع الاحتمالات جيدة, فهنالك احتمال أن تقع قيمة العملة وبهذا الاستثمار يصبح باطلا. فدائما ما نقول أصدقائي لا تستثمروا إلا بمسؤوليتكم الخاصة. إذن شكرا لكم أصدقائي على المتابعة, يعني بكثرة نلاحظ أن يعني عدد المشاهدات يرتفع ويرتفع, وأيضا التعليقات. إذن مشروع اليوم أصدقائي يقولون أنه The Infinite Worth Generation Protocol, يعني هو البروتوكول الخاص بالجيل الجديد الخاص, يعني الجيل الانفينيت ويلث, يعني الثروة اللامنتهية. يقولون بأنه مشروع لا مركزي ملتي تشين ديف, يعني يتمركز على نتورك, ليس فقط نتورك واحد, وهذا سوف يحدث ثروة لامنتهية للورث المستثمرين في هذه العملة. إذن يقولون هنا أنه مشروع مبدع لا مركزي وما إلى ذلك من التفاصيل. بطبيعة الحال سوف نعطيكم التفاصيل المهمة, لكننا ندخل في تفاصيل صغيرة بإمكانكم النظر إليها في يعني سوف تجدون الروابط في صندوق الوصف. إذن هنا الخصائص, هنالك الورث دي في سي فند, هنالك ماذا أيضا, هناك وورث سمارت كونتراكت فوندري, هنالك وورث ديكس, وأيضا هنالك Worth Insurance Treasury. أصدقائي هنالك يعني بعض الوثائق المهمة جدا, هناك ثلاث وثائق هنا, لكن اثنان منهم هم المهمين جدا. هنالك الوايت بيبر, الوثيقة الأساسية لكل مشروع كريبتو كورنسي, وهذا المشروع يعني لديه هذه الوثيقة, بإمكانكم التحقق منها عن طريق الضغط هنا. هذه الوثيقة على ماذا تحتوي؟ على العناوين, على مهمة هذا المشروع, على يعني رؤية هذا المشروع, على الأهداف بشكل الأهداف القريبة, الأهداف المتوسطة والأهداف البعيدة, ما الحلول التي سوف يطرحونه للمشاكل التي أتى هذا المشروع لحلها, يعني جميع يعني كل ما هو موجود كتفاصيل عن المشروع سوف تجدونه في الوايت بيبر. هناك Worth IDO Launchpad و Worth Incubator, سوف يكون هناك منصة ل يعني إحداث المشاريع الجديدة, سوف يعني تكون هنا. أيضا Worth Accelerator, يعني سوف يساعدون المشاريع في تخطي الكثير من البروسيسز, يعني لديهم خبرة. و Worth Self Launcher, هنا يعني هذا المشروع powered by كما تلاحظون هناك إثيريوم, سولانا, ترون, باينانس, مارتشين, أفالانش, بوليغون, كوزا, كاردانو وما إلى ذلك, بولكادوت, مشاريع جد مهمة تقوي هذا المشروع. هنا الرود ماب أصدقائي, بطبيعة الحال الرود ماب هي أيضا مهمة, ففيها تفاصيل عن ليس فقط الأهداف بشكل عام, لكن الأهداف صغيرة وال يعني المحددة, مثلا الليستين في البانكيك سواب أو الـ يعني النيتيف
ستيكين أو ما إلى ذلك من تفاصيل صغيرة سوف يحققونها في السنوات القادمة أو 4 سنوات القادمة. إذا الانتجريشنز سوف تجدونها في هذه المواقع، هنالك الميديوم، هنالك البانكيك سواب، يوني سواب، هنالك العديد من المواقع التي تحتوي على هذه العملة. هنا أصدقائي الأسئلة المطروحة بكثرة، وهذا يعني يوصلنا إلى أننا انتهينا من الموقع. هنا الميديا التي تكلمت عن هذا المشروع، وأيضا السوشيال ميديا إذا أردتم تتبع المشروع على قنوات السوشيال ميديا. هنا أصدقائي في الميديوم، في هذا الرابط سوف تجدون شرح مفصل وفيديو شرح مفصل لهذا المشروع وكيف يعني يعمل. أيضا هنالك الريفرال بروجرام، تعرفون ما معنى كلمة الريفرال؟ هي قد نقول، سوف أعطيكم مثال، أنا لدي والد خاصة بهذا المشروع وسوف أرسل لك أنت رابط وأقنعك بأن تدخل إلى هذا المشروع تستثمر فيه. إذا هذه هي عملية الريفرال، سوف تستطيع الحصول على ما يقارب 1,750,000 دولار، كلها سوف توزع على الناس الذين يأتون بمستثمرين جدد. أيضا هنالك Worthpad Airdrop Campaign كما تلاحظون، فالAirdrop معروف جدا، فيه يقومون بإعطاء العديد من العملات مجانا للكوميونتي الخاصة بهم. إذا أردتم الحصول على بعض منها كلم عليكم فعل هو زيارة هذه المواقع والتي أريتها لكم في المنصة الخاصة بهذا المشروع. أتمنى أن يكون أعجبكم محتوى الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك إذا كنتم جدد في القناة، وبطبيعة الحال ترك رأيكم بخصوص هذا المشروع، تظنون أنه مشروع ذو قابلية يعني للتطور في المستقبل أم العكس. ونلتقي أصدقائي في الفيديو القادم.